سؤال واحد يقول: رجل كان يسير بسيارته في الطريق، بجانبه موتوسيكل عليه رجلان، بالجانب الآخر للموتوسيكل أوتوبيس. أعطى صاحب السيارة صوتا لينبه سائق الموتوسيكل فارتبك واصطدم بعجلة السيارة الخلفية ووقع على الرصيف، مات أحدهم، الثاني في العناية المركزة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسأل هل عليه شيء؟ الجواب عن هذا: لكي تتحقق جريمة القتل الخطأ الموجب للدية لابد من ثلاثة أركان: الخطأ والنتيجة وهي القتل، وأن يكون الخطأ هو السبب في هذه النتيجة. من وجدت له أزمة قلبية فجأة فمات بسبب الأزمة القلبية ليس بسبب الإيه؟ الصدمة. هذه الخطأ والقتل ورابطة السببية بين الخطأ والقتل. طب إحنا نعرف الخطأ إزاي؟ نشوف التقرير الفني الذي سيأتي من الجهة الفنية. إذا جاء التقرير الفني مدينا له، وكانت العادة أنها تقارير دقيقة وموضوعية ومنصفة، إذا جاءت نتيجة مثبتة لخطئه وجبت عليه الدية والكفارة. إن أثبتت براءته تماما لم يخطئ قط، ولم يكن في مقدوره أن يتفادى هذه النتيجة. واحد ماشي في الشارع، السيارة مضبوطة والسرعة مضبوطة والفرامل مضبوطة ويقظ ومنتبه، وفجأة سقط ولد من فوق فجأة قدام السيارة، فكان مستحيل يعمل فرامل بالحسابات البشرية العادية. يعني إذا جاء التقرير الفني يقول مثل هذا لم يرتكب خطأ، كل المسائل تمام، السيارة مضبوطة، أضواءها مضبوطة، الفرامل مضبوطة، السرعة مضبوطة، وحدث أمر مفاجئ لم يكن في مقدوره أن يتفاداه، يبقى في هذه الحالة لا يكون مسؤولا لا دية ولا كفارة. الله جل جلاله يقول في القرآن: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ما فيش دية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الكفارة تحرير رقبة، إذا لم توجد رقبة يبقى البديل عند العجز عن الرقبة أو عند عدم وجودها فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.